يسعد مساكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا للمحور الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، العمل الإنساني، ذلك العمل الذي يقدمه الإنسان في سبيل مساعدة إنسان آخر وجلب السعادة له هو ذاته، يعتبر ثقافة العطاء بلا مقابل، وللعمل الخيري إنساني أهمية لا تنتهي. أكيد، وتحقق فوائد مذهلة للشخص المانح والشخص المتلقي لتلك المنحة وللمجتمع ككل، ومن المنظمات الإنسانية التي اتخذت على عاتقها مد يد الرحمة إلى كل محتاج وشخص يعاني من أوجاع وأمراض صحية وتتكافل بعلاجه دون مقابل. منظمة مراحب للصحة العامة، مؤسسها وهو رئيسها ودكتورها عماد أياد، وضيف حلقتنا لهذا اليوم أكيد الحديث أكثر بخصوص هذا الموضوع. نمسي عليك بالخير والعافية. مساء النور. أهلا وسهلا. مساء الخير والعافية عليك. مساء النور. أكيد بالبداية حابين نتعرف شنو هذه المنظمة الإنسانية نبدا مختصرة. والله هذه منظمة مراحب للصحة العامة، طبعا منظمة مسجلة بالأمانة العامة رئاسة الوزراء، منظمات الغير حكومية. هذه المنظمة يعني بصورة مبسطة إنه سويناها عبارة عن أصدقاء زملاء. طيب. فتحنا إنه مجال إنه نساعد الناس الفقراء. طيب. اللي هم ما حد ما ينتبه عليهم. نعم. يعني ماكو أحد إنه منطيهم رعاية. نعم. وبدون تبرع. حلو. يعني بعض التبرع. عذرا للمقاطعة، أنت ذكرت إنه هذه المنظمة هي غير حكومية. طيب. غير حكومية. من الدائم لهذه المنظمة؟ شخصا أنا وأصدقائي فقط. دعم ذاتي. أي ذاتي. نعم. أكيد يعني. نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي شلون جتكم الفكره انه تنظمون هذه المؤسسه او هذه المنظمه، شلون يعني انتم قاعدين وهيك جتكم الفكره؟ لو من خلال الحالات اللي نشوفها ومعاناه المواطن العراقي بتلقي العلاج وصعوبات استلامه وغلاء المعيشه، فشلون جتكم الفكره بتنظيم هيك منظمه؟ والله فكره بسيطه اقول لك اياها. نعم. انه يعني هي مو اليوم. نعم. بس حتى اوضح لك في الصوره يعني مبسطه، انه هي كانت الفكره من 2011. انت لما يكون شخص قريب عليك او استاذك او انسان تعزه وتحبه وانت بعيد عنه ويتصلون عليك يقول لك هذا الانسان اللي انت تحبه او اللي هو صاحب فضل عليك او كذا، يعني من العوائل المتعففه. طيب. وما بيده شيء يسويه وهو يعني على فراش، يعني مثل ما نقول فراش الموت يعني. نعم. لان فشل كلوي تعرف. طيب. وحاله يعني الماديه تعبانه، فهذه اول حاله كانت من 2011. استاذي. نعم. استاذ يعني كان مدرسنا، تعرف انت اليوم من علمني حرفا كنت له عبدا. نعم. فهو صاحب فضل عليك. نعم. فاتصلوا علي اصدقائي يعني خارج العراق، كنت قالوا استاذنا اللي درسنا الماده الفلانيه. نعم. انه هو يعني ما عنده الحاله الماديه كلش تعبانه مالته ووضعه يعني تعبان. نعم. فانا حجز الطياره بنفس اللحظه. حلو. نفس اليوم توجهت على المطار. نعم. ورجعت على العراق مباشره، توجهت لهم. فشفت انه امانه انه هذا الموقف كان صعب، لانه استاذك وكان هو ينطيك دعم معنوي حتى توصل وتوصل هاي المراحل والمرحله اللي انا بيها حاليا. نعم. هو فضل الاساتذه اللي هم فعلي. يعني دعمونا يعني دعم معنوي واللي هو الجهد اللي بذلوه بالفعل. فقلت لهم اني اوكي فشل كله بس انا متبرع من عندكم كل شيء ماري. نعم. فبهذه الاثناء انه اختي تبرعت. اها. قلت لهم لا انا رجال، لانه حتى انا اسافر وياهم، لان تعرف انت امراه. صح. وكذا، فما راح اكون وياهم. نعم. فتبرع أخوها من عائلة يعني تعرف هم عائلة بسيطة متعففة. فخلص حجزت لهم، ثاني يوم طلعت لهم الفيزا وسافرنا ثاني يوم. أه. سافرتهم خارج العراق وعملت لهم العملية، وحاليا اسمع صوتك وطبعا الله يحفظك صحة بصحة جيدة وعافية، وحتى علاجات بس علاج واحد ياخذ الحمد لله والشكر. أه. وضع كلش تحسن. نعم. والحمد لله. هذا كانت من 2011. أه. أي وراها انطلقت، احنا تعرف أعمالنا يعني بقينا مستمرة بس انه معارف وأصدقاء وكذا. نعم. تعرف أنت قاعد بمجتمع وكذا، فاللي يقولوا لك أنت جاي تبدع وجاي تقدم وعندك علاقات و نعم. يعني علاقاتك زينة، فخلي نسويها مؤسسة. صح. فقلت لهم يلا إيدي على إيدكم، والحمد لله وشكر فضل رب العالمين طبعا. الحمد لله. حلو. بلشنا بيها وما قصروا يعني الأصدقاء والمحبين. نعم. والأقارب يعني. حلو. عشتكم. طيب ما هي آلية هذه المؤسسة أو المنظمة أو شنو هي شروطها وعلى من تسلط الضوء؟ يعني هناك جانب معين من الأشخاص سلطون الضوء عليهم؟ نسلط الضوء على تعرفين انه قلت لك العوائل اللي هي جدا متعففه. طيب. يعني هذول اللي انت مثلا يعني اوبن هارت سيرجري اللي هي عمليه فتح القلب. نعم. يعني تعرفين انت اليوم اذا راحوا للمستشفيات الحكوميه فهي تطول الاجراءات مالتها. تمام. واذا راحوا للاهلي فهي كلش غالي. نعم. فهذول يبقون بين نارين. نعم. نار الحكومي ونار المبالغ الماديه. طيب. ف
فالحمد لله والشكر انه قدرنا انه شايفه نتواصل عن طريق السوشيال ميديا، يعني طبعا اصدقاء وكذا وهيج. طيب. واعلاميا طبعا جزيل الشكر لهم، فقامت تجينا حالات كلش هوايه. طيب. والحمد لله والشكر يعني سوينا عمليات وانتجنا والناس فرحان، وشفتوا يمكن الاطفال واللي كذا اللي يجون. نعم. والحمد لله والشكر انه هذا الفضل رب العالمين. نعم. دائما عندي مقوله اقولها. نعم. السعاده دائما انه احد يدعي لك وانت ما تعرف به، فهذه الراحه النفسيه السعاده هذه. نعم. الحمد لله والشكر. الحمد لله. طيب دكتور عماد، خلينا نحكي على اعمالكم بعد ما بلشت ببغداد واكيد بقيه المحافظات، والخدمه او الخدمات اللي قدمتوها لبعض العوائل المتعففه من ناحيه العمليات والعلاج وما شابه ذلك. جاكم فدعم من جهه معينه حكوميه او جهه حكوميه حابه انه تساندكم او توقف وياكم او تساعدكم بهذا المجال ولا لا؟ والله صدق انا اقول لك انه انا ما عندي جهه داعمه ولا سانده او حبت انه تدعمكم. اي يعني انت تعرف انه يعني انا يعني معالي وزير الصحه المحترم. نعم. انه جزيل الشكر له فاتح. نعم. باب التعاون. نعم. بس انا كدعم او كذا لا ما عندي احد. نعم. طبعا واشكر انه دكتور ياسر مدير مستشفى بن سينا بعد انتم اعرف. نعم. تمام انه هو انسان يعني هو يحب مساعده الفقراء ومتعاون ويانا جدا. صح. نعم. واشكر الاطباء الاخصائيين، تعرف انت منظمه قائمه على اطباء اخصائيين يعني اختصاص يعني على مستوى عالي. صح. يعني عيون، جراحة، قلب، مفاصل، عظام، كذا، هذه كلها. نعم. وكل شيء موجود، وأنا أشكرهم يعني جزيل الشكر يعني. حلو ما عندي أكو تعاون. حلو نشوف مثلا وزير الصحة أكيد نوجه له تحية، الأستاذ كذلك مدير مستشفى بن سينا، حلو نشوف أكو تعاون من جهات مختصة ومحبة لأبناء وطنها. طبعا كل مستشفيات العراق. نعم. يعني أنت تعرف أنه أكو المحافظات أنا إذا أشتغل عليها كامل. نعم. يعني من الشمال إلى الجنوب. يعني قبل اسبوعين اجاني يعني كتاب تزكيه من الكنيسه الكاثوليكيه اللي بالموصل. حل. يعني انت حتى تعرف اني طوائف متعدده حتى. نعم. ما عندنا من نقول من الشمال الى الجنوب ومن حازين لجهه معينه، كل طوائف العراق يعني. حل. كلهم يعني اخواننا واعزائنا واخواتنا وعزيزاتنا. نعم. طيب يعني هل يختصر هذا الجانب عمل منظمتكم فقط على الجانب الطبي؟ انت من تقولين انه جانب طبي، فالجانب الطبي ابوابه كلش هواي. نعم. يعني ما نقول جانب الطبي فقط عمليات. نعم. احنا عندنا عمليات، عندنا مشاريع توعويه. طيب. يعني تعرفين انه اليوم اكو بالمجتمع العراقي، تلاحظين اكيد يعني خارج والداخل. نعم. يعني مسافرين برا وشايفين احنا مجتمعنا انه الثقافه الطبيه قليله بي. طيب. فاني اطمح طموحي انه اقضي على الجهل الطبي. نعم. يعني بالمشاركه مع وزاره الصحه القسم الفني طبعا دكتور حيدر. طيب. فهذا اللي انا اطمح له يعني. طيب. اطمح انه الشعب العراقي يكون مثقف طبيا. أه. يعني من كل الجهات من. نعم. كل النواحي يعني. نعم. يعرف كيف يتعامل مع الاشياء بالفعل. يعني هذا اللي اطمح. نعم. له يعني. طيب نشوف انه بعض المنظمات المجتمع المدني او التجمعات الشبابيه التي دائما ترعى و تنطي نوع من التبرعات للمواطن العراقي تقتصر على شيء معين، انتم. نعم. كمنظمه مراحب اعتقد او مراحب. مؤسسه مراحب. نعم. كل الحالات الصحيه تتعاملون وياها ولا عندكم سقف مادي معين؟ انا كل الحالات اتعامل وياها. نعم. بس شغله واحده ما اتعامل وياها. اللي هي يعني اتعامل وياها بجزئيه، مو يعني مو ما اتعامل وياها مطلقا. الجزئيه اللي اتعامل عندها الرينال فيلر اللي هو الفشل الكلوي. نعم. الفشل الكلوي انا لازم يجيني المتبرع، تعرف انت اليوم اكو يعني اكو كروس ماتش وهذه التفاصيل، فلازم يكون انه مقرب الشخص اللي المتبرع. نعم. فمن العائله، هذا انا ما اقدر اجيبه. صح. ففي حال انه هم عندهم متبرع وجايبيه انا ما عندي اي مشكله انه اجري لهم العمليه ومجانا وعلى حسابي طبعا. اها. اي يعني تقريبا كل الحالات انتم تتعاملون لها وتوفروا لها العلاج والعمليات كلها بما يخص العمليه والعلاج. في العمليه اني متكفلها من بارك الألف الله الى الياء. بارك الله فيك. طيب كل الاعمال اللي قدمتها حضرتك الانسانيه هي تعتمد اكيد على المال الخاص من حضرتك. طبعا. ممكن انه بالمستقبل تحتاج الى شخص او مصدر ثاني؟ والله هذا السؤال يعني حتى اكون كلش صريح به. او ليش رافض انه دائما انه احد يدعمك؟ لانه اكو مقوله للامام علي سلام الله عليه يقول لك رحم الله امرئ اجب الغيبه عن نفسه. طيب. فاني ما احب، انت تعرفيني اليوم اكو ازمه ثقه عند الشعب. نعم. العراقي انه هو دا يقول لك انا انطي الاموال والاموال وين تروح، وهذه امانه طبعا. طيب. انت تعرفين انت حتى الدينار هو الواحد اللي طبعاً. ينطي فهو هذا الفقير اللي محتاج، فلازم ينصرفه بمكانه. أيه. فالامانه ثقيله جدا. نعم. فاني اشوف نفسي انه
أنطي من مالي أحسن من ما أنا أخذ أو كذا. وإن شاء الله أنه بالمستقبل يعني أكيد يعني أنا حتى اللي يتبرع أنا قايل لهم اللي يتبرع أنا ما أستلم فلوس بإيدي. يقدر أكو حالات مثلا فلان مستشفى هو يروح يتحاسب وياه ويتحاسب منها المستشفى. طيب حتى أنا ما أستلم بإيدي فلوس. حلو. طيب دكتور عماد خلينا نحكي على كيفية التواصل أو تواصل العوائل المتعففة أو الحالات الصحية ويا حضراتكم. يعني أكو فد بيج أو صفحة أو أرقام معينة يقدرون، وشون تتأكدون من أن الشخص فعلا هو محتاج، مو أي شخص يعني يدخل لكم أنه أنا أريد أسوي عملية أو أنا عندي فد حالة مرضية معينة أنتوا دايركت تتعاملون وياه؟ بالضبط. أنا أول يعني أول بداية المنظمة من أوفيشال أنه استلمت اللايسنس من الأمانة العامة. نعم. سويت صفحة بالفيسبوك ونشرتها على الحساب الشخصي مالتي. تعرف أنت بحسابي الشخصي عندي الأطباء وعندي الإعلاميين وعندي المهندسين وعندي الناس الثقات يعني. نعم. فهم نشروها، بعدين الإعلاميين نشروها على صدى واسع. فأنا باليوم الواحد أجاني ألف يعني أول يوم 1200 مسج. أها حلو. تمام. وكلهم حالات وكل الناس محتاجة. تعرف أنت اليوم صح يقول لك الغرقان يتشلب القشاية. فعلا. زين. فدزوا أنا يعني كل محافظة بمحافظتها يعني مسوي جروب مثلا محافظة كذا. نعم. محافظة يتحول إلى جروب الواتساب عندي ناس يعني بالمحافظة ثقات. نعم. أعرفهم أدزلهم الأسامي. طيب. والعناوين. فبعد ما يتأكدون يعني مثلا إذا دزونا 10 أشخاص مو كلهم العشرة صحيح. نعم. صح. أكو بيهم مثلا 7 إلى 8 صحيح 3 لا. فأنا ذولي مباشرة من ينطون الإجابة المحافظات مباشرة. نعم. أتصل عليهم أنا شخصا. طيب. أقولهم باشر تجون. حلو. وأشخصهم ثاني يوم العملية حتى ما يطول، لأن تعرف أنت محافظات ومن يجي ما أريد تعرف أنت هو حالة المادية كلش تعبانة، فأنت تعرف طريق وتعب وهم وضعهم المادي. بالفعل. فأكمل لهم كل إجراءهم ويكونوا مرتاحين ومبتسمين وفرحانين، وأنا كل شيء ما أحتاج بس الدعاء من عندهم. حلو. طيب ذكرت بداية حديثك أنه أنت هو جروب من الأطباء، خلينا نتحدث شوية عن أيضا زملائك الأطباء، شنو اختصاصاتهم؟ كل الاختصاصات. نعم. يعني قلت لك اختصاص القلب. طيب. الجراحة، العظام، العيون، كل الاختصاصات يعني. طيب. يعني الجهاز الهضمي، المجاري، المسالك البولية هي. نعم. يعني طيب مراحب للصحة العامة تستقبل أي شخص يحاب إنه يكون عضو بيها ولا إنه لازم يكون بالمجال الصحي أو الطبي؟ بتعرف أنا مركز حاليا على المجال الطبي لأنه أنا أحتاج اللي هم الأطباء والمستشفيات واللي يعني الكادر الطبي ميديكال فيلد يعني. نعم. في يعني يفيدوني اكثر كفولنتير يعني. لا فرضا انه ينضم وياكم شخص يفيدكم بوسائل النقل، ما يعني مثلا ينقل المريض من المستشفى للبيت، ما عندي مثلا اذا كان فد علاج معين للمريض بعد العمليه هو يودي يعني. هاي شغلات ما البسيطه ما عندي مشكله يعني. انت تعرف انت كل انا سويتها نظام مؤسسه يعني. نعم. تعرف انا عندي مدير برامج، عندي مدير ماليه، عندي مدير علاقات، عندي مراقبه، موارد بشريه، مؤسسه. نعم. كامله. طيب. فمو كلهم انه شرط يكونون انه من الميديكال فيلد. نعم. يعني انت. نعم. مثلا انا احتاج محامي فالمحامي يخدمني. نعم. تعرف انت اول الحسابات يخدمني بس لازم مو اي محامي، لازم محامي شاطر. بالضبط. شاطر. بالضبط. زين. فاني يعني كل الاطياف اللي مدخلهم بيه. نعم. بس يعني انا مركز على مجال، فهذا المجال اللي مركز عليه. نعم. انه يهموني هذا. نعم. هذا الجانب. طيب ذكرت بعض الحالات المرضيه اللي هي تحتاج العمليات داخل العراق ما تحتاج خارج العراق، لكن خلينا نتكلم عن الحالات المرضيه اللي خارج العراق، هنا شلون يتم السفر وشلون يتم العلاج؟ هو هذا السؤال كلش مهم. طيب احنا ماكو شيء اسمه عندنا ما موجود بالعراق. طيب انا دائما يعني تعرفين شلون مثلا الدوله اليوم تشجع المنتج الوطني. بالضبط. طبعا اطبائنا جدا اكفاء. يعني اطبائنا. نعم. للامانه اكفاء وعلى اعلى المستويات. يعني ترى الحين انت لندن تشوفين. نعم. الاطباء اللي هم على مستوى عالي عراقيين. طيب. بامريكا عراقيين، بالامارات. نعم. عراقيين، بعمان عراقيين. طيب. بالمناسبه هي هاي الثقافه اللي انا احكي عنها. طيب. انه ثقافه المجتمع لازم يعرف. نعم. انه الطبيب هو جاي يروح لعمان طبيب عراقي عالجه. طيب الطبيب هو نعم موجود. هو يلاحظ انه ما تستقر هذه. نعم. الحاله المرضيه اذا مو خارج العراق. هي قله وعي نقدر نقول. بالضبط. قله وعي يعني. طيب. شايف انه الثقافه مال المجتمع. نعم. لازم انه يتعلمون او يعرفون انه الطبيب العراقي هو متمكن جدا. طبعا. نعم. يعني اني هيك بالصدفه مره يعني مسافر على دبي فقالوا روح على افضل طبيب. طيب. يعني. نعم. بالعلاج بالعراق ما عالجونا وكذا. اوكي رح. احنا والله لقيت طبيب من الموصل عراقي. اها حلو. والله لما تعرف انت ما تعرف لما تحكي وياه وكذا طبيب عراقي من الموصل. نعم صح.
وقال لك والله طبيب ممتاز. قلت لهم اوكي، ما هو نفس الطبيب العراقي الموجود، هو هذا اصلا كان بالعراق. قالوا لا يعني هو نفسيا، اعتقد الموضوع نفسيا يعني فعلا. طيب خلينا نحشي على القصص والمواقف اللي مرت بحضرتك انت وبقيه اعضاء المنظمه او المؤسسه بالمشاكل الصحيه اللي تعاني منها بعض العوائل، فريد تحكي لنا قصه اثرت بك ولحد الان باقيه بذهنك. والله هي اكو قصص يعني يعني انت تعرف قصه انه يعني لحد الآن هي باقية وياي يعني ما أقدر أنساها، يعني الحمد لله أنه أنا عالجتها بس أنه ما أقدر أنساها. تعرف إحنا عملنا وكذا، فموجود بمكان عملي وطفلة عمرها 9 سنوات فشل كلوي. فبهذه الأثناء أنه أنا ما تحملت يعني تبكي طفلة وأمها نفس الشيء هم تبكي والأب لا حول ولا قوة، هي فشل كلوي الابنية والأم كلها وحدة والأب ياخذ علاج كيميائي كيموثيرابي. فشفت الوضع انه صعب، البنيه يعني كانت تبكي وطفله، فقلت لهم استريحوا انا عندي مكان لي جوه شويه، تعرف دمعتي عزيزه بس نزلت معي. طبعا احنا اكيد نشكرك على هاي الحاله الانسانيه والانسانيه اللي انت عالجتها وصار يعني طلعتهم لي برا ها واخذت عنوانهم، فرحت على البيت لقيت البيت ما بيه سقف. يعني احتياجات البيت ما موجوده اللي هي طباخ وثلاجه وكذا ما موجود. فالحمد لله بارك الله فيكم سويناهم وعدهم سوينا لهم مصدر رزق والحمد لله عايشين هم حاليا. الحمد لله، الف الحمد لله والشكر. اكيد واحنا يعني صراحه فخورين انه احنا نسمع هيك قصص. فكلمنا عن قصه ثانيه ايضا للطفل اللي عنده ضمور بالدماغ. اي هذا الطفل اللي عنده ضمور بالدماغ اول يعني ما اجى هو ما يمشي تعرفين، فيشوف انه اقرانه و احنا ده يلعبون بالضبط. اكيد طبعا هو قليل تعرفي قليل الكلام، فاول ما اجى يعني اجى حضني وانا عمو يعني العب ويا هذول، فقلت له ان شاء الله وعدت يعني قلت له ان شاء الله انه تمشي. اي فسويت له الفحوصات واجريت له العمليه والحمد لله والشكر الامور مشت تمام ودائما متواصل وياه لحد الان. قلت له الا خلي الحاله يعني نجحت وهم فرحانين بنفسهم واكيد اتفق. شو انا اشعر بالفرح بالسعاده يعني اني يعني احس انه ويخليكم مستمر هذا الشيء بالعمل. يعني شوف انا سبب استمراري بالعمل انه هذه الناس وقلت لك اياني قاعدتي انه هو السعاده الحقيقيه عندي انه احد يذكر اسمك بالدعاء وانت ما تعرف فعلا. يعني هذا السبب لكثير اشياء يدفع عنك هواي اشياء، عن مو بس عنك، عنك وعن عائلتك وعن أهل بيتك وينطيك دعم معنوي. هم ذول ناس ما أقرب ناس إلى الله فعلا. يعني أنت فتعرف أنت جاي تتعامل مع ناس وما قريبين على رب العالمين نعم. فالحمد لله والشكر يعني الله. الله يمكننا ويقدرنا على هذا الشيء الحمد لله. طيب أستاذ أو دكتور عماد عفوا، أنه شيء بالشيء يذكر طبعا مؤسسة زاكروس أو قناة زاكروس المتمثلة بإدارتها الست هيفاء الحسيني شكرا. يكون تعاملها ويا كادر إحنا بصورة عامة تتعامل ويانا كمعاملة أصدقاء بالفعل. وأخوة وأكو تسامح أكو تفاهم، يعني ما فد يوم أنه إحنا أي شخص بينا دخل إلها وقالها انه انا محتاج فد شيء او رايد شيء ورفضت. هي ذهب صافي. نعم اكيد نوجه لها تحيه ست هيفاء. حضرتك انت كمسؤول او مدير مؤسسه، شلون يكون تعاملك ويا جروب العمل او تيم العمل اللي وياك؟ انا تيم العمل اللي مختارهم فهم قريبين علي جدا، يعني مو اصدقاء او لا اكثر. لانه من اختارت انت تعرف اليوم العمل من ينجح لازم يد بيد. انت تعرف انه يعني أنا متفاهم ويا مثلاً مدير البرامج، متفاهم مع مدير المالية، متفاهم مع الموارد البشرية، متفاهم مع الرقابة والمتابعة، فهذا ينتج فد يعني شوف أنت حالياً الحمد لله والشكر الصدى اللي وصل للعالم والإنتاج اللي جاي ننتجه هذا عبارة عن تكاتف. يعني تكاتف الجروب، فأنا أتعامل وياهم بروح الأخوة بروح هاي الابتسامة الحلوة موجودة فهو الحمد لله والشكر يعني فأتعامل وياهم هم يعني كفريق أنه إحنا أخوان بعيداً عن العمل وبعيداً عن الكذا، لأنه كل ما تكون تحب عملك تنتج بيه أكثر فأنا خليهم هم هيك يعني حابين العمل يعني الحمد لله والشكر. طيب هل هناك مشروع على أرض الواقع أو مشاريع مستقبلية؟ والله هذا المشروع أنا ما أريد أحكي فيه، فمشروع بس إحنا قناة نهار بالضبط يعني هذا حصريا لكم. طبعا أكو مشروع جدا كبير جدا جدا كبير بفائدة يعني من الشمال إلى الجنوب يعني على يعني فد شيء كلش يعني كبير. وإن شاء الله ما يبقى فقير، هذا بس أوعدكم إنه ما راح يبقى فقير أبدا ما راح يبقى فقير تمام، يعني إنه محتاج علاج أو كذا أو أي شيء، ولا اكو انه مو بس فقط يقتصر على العمليات، لا كل شيء وبكل المجالات. نعم. ف
فان شاء الله يعني هذا راح يكون له صدى كلش واسع، وان شاء الله نكون اليونيك يعني الاوحد انه انا مسوي، يعني ماكو قبل مسوي. نعم. طيب دكتور عماد، سؤالي الاخير لحضرتك، اريدك توجه رساله لكل شخص يقدر يساعد اي شخص بحياته اليوميه، وبس يعني شلون رافض هذا المبدا او متغاض النظر عن هذا الشيء، شنو حابب توجه رساله لهيك اشخاص؟ والله رسالتي انه انا اوصلها لانه هذول الناس الفقراء، تمام، هم قلت لك انا قبل شويه اقرب الى الله. نعم. فلازم شويه نعطيهم عنايه، نعطيهم فد اهتمام، نحسسهم ان هم من هذا البلد منا واليه. نعم. يعني انا حتى الرساله الى المسؤولين لازم يكونون قريبين، يعني مو يعني مو بعيدين عن الناس الفقراء. نعم. فهذا كلش يعني اوجهه لكل المسؤولين، لكل الناس اللي متمكنين، لكل الناس اللي يقدرون يساعدون. نعم. فلا تبتعدون عن هذا المجال، لانه هذا المجال يريحك نفسيا، يخليك يعني اكثر انسانيه بعد. الله يكثر من امثالك. الله يسلمكم. شكرا لحضرتك، نورتنا اليوم. شكرا لك دكتور عماد، نتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله اسمك يكون مو بس بالعراق، بالدول العربيه والاجنبيه. الله يسلمك. شكرا لك. مرضات الله طبعا ومرضات الناس، يعني هذا اهم شيء. شكرا لك. واكيد يا همسه ويا دكتور ويا مشاهدينا، هي قناه زاكروس عربيه داعمه لهكذا اعمال خيريه ول مساعدة العوائل العراقية بجميع الأطياف، وكلها تمد إيدها يد العون لها. أكيد إحنا متواصلين وياكم يا مشاهدينا، وحاليا راح نروح لتقرير للزميلة نور حول فعاليات افتتاح مهرجان أيام السينما العراقية ببغداد، فخليكم ويانا.